قبل العملية، لو احنا شفنا هنا اهو قبل العملية هنلاقي النور هنا في النص، النور هنا مش في النص اهون، وتحت هنا اهون برضو العين طالعة لفوق خالص. فادي العين دي نور في النص، النور هنا ما هوش في النص خالص، فالحول اهون خارجي والعين طالعة لفوق. ده بعد العملية الحول اختفى خالص، الحدفة اللي كانت موجودة لبره دي راحت، والنور هنا بقى في النص، والنور هنا بقى في النص، والعين اللي طالعة لبره دهيا برضو الحمد لله تعادلت. لكن ما حصلش بينا من بعض حوار، كان ايه اللي الحول كان مسبب له ايه؟ خلينا نسمع منك. لا، كان في اضرار مش ضرر واحد بس، وانا كان بيجي طبعا بيبقى زعلان، وكان بعيط، وانا كنت بعيط معاه يعني، ببقى حزينه جدا لحد ما هو يعني من كلامه قدامه لازم اشوف دكتور، هو اللي قرر كده وقال لي لازم اقوم ان انا اعمل العمليه. اكتر حاجه كانت مخوفاكي؟ اكتر حاجه كانت مخوفاني ان انا ما لقيتش نتيجه بعد العمليه، بس نتيجة بسم الله ما شاء الله يعني النتيجه مبهره جميلة. هايله طب طب الحمد لله، يعني سديدة كتير. اهو صوت الصوره، هو ما فيش عسل. اي لا لا لا، ده خلاص هتدور على عروسه بقى دلوقتي. لا خلاص، لو انت كله بيروح ما بيبقاش غير حاجه كويسه يعني. فعلا حتى ده الفصل السيده رانيا كده، والممرضة خارج من عندك بتقول لا لا يعني ما تاثرش فيه. متشكرين جدا يا ام ادهم، متشكرين ادهم خلود جدا على وجودك، ومبسوط جدا ان حضرتك العمليه بتاعتك نجحت الحمد لله، وادهم برضو نجح الحمد لله، ربنا ما يخليه. لو عندك او عند اي حد يهمك مشكله في عينيه، ما تترددش تتصل بينا في طبيبي.